السلام عليكم. ما تيجي نتكلم عن الأعشاب شوية، نعمل سلسلة عن الأعشاب، لأن أنا مفروض صيدلي، يعني مفروض دارس على الخطير، يعني فأكيد متخصص برضو أعشاب وكده، يعني الأعشاب بتاعتنا إحنا كصيادلة، مش بتاع أي حد تاني على فكرة، شغلنا إحنا صميم شغلنا، لأن في أدوية كتير جدا أصلا مستخلصة من أعشاب، فالأصل في الموضوع الدواء ده كله أصله عشبي. فالعقاقير هي أهم مادة درسناها في كلية صيدلة، فالمهم إن الأعشاب ده شغلنا إحنا كسر. عشان كده هبدأ معاكم سلسلة عن الأعشاب، نبدأها النهاردة باليانسون. اليانسون من أهم أنواع المشروبات الصحية جدا، اللي طبعا تخسر كتير قوي لو ما بتشربش يانسون، فعلا مفيد جدا. اليانسون هو من قدماء المصريين زمان، من آلاف السنين كانوا بيحرصوا انهم يزرعوه لانهم عارفين اهميته. اليانسون كله بروتينات واحماض ودهون ودهون زيتية، ومليان معادن بكثرة، زي مثلا في حديد وفي منغنيز وفي بوتاسيوم وفي مغنيسيوم وفي نحاس مهم جدا في تصنيع كرات الدم الحمراء. في معظم انواع المعادن موجوده جوه اليانسون. اليانسون فوائده ضخمه. اليانسون فيه ماده الكولين المهمه جدا لحيويه خلايا الجسم بصفه عامه، وخاصه تنشيط الكبد، مهمه لتنشيط الكبد، ويعني مريض الكبد يشرب يانسون كتير، يانسون كويس ليه. وكمان برضو مفيد للصفرة في تعزيز دورها في عمليات الهضم. اليانسون أهميته القصوى طبعا في مشاكل الجهاز الهضمي، من عسر هضم مخدم كويس قوي، بيشيل طبعا الغازات والانتفاخات، ممتاز جدا في القصة دي. المغص المعوي بصفة عامة وأي مغص في الجهاز الهضمي مفيد جدا جدا جدا، وتأثيره بيزيد كمان لو ضفت عليه كمون وجنزبيل، بتلاقي مفعوله في التقلصات والمغص والكلام ده أعلى كمان بكتير. اليانسون ليه أهمية تانية فظيعة قوي، اللي هي إن هو مدر للبول وبيزود إفراز العرق عشان يخلصك من السموم والإفرازات الضارة اللي في الجسم. كمان اليانسون مفيد برضو في حالات الأرق، يعني لو شربت لك كده كوباية يانسون قبل ما تنام هتلاقي جسمك كده كده والدنيا ظبطت. اليانسون برضو بيشيل الروائح الكريهة في الفم، يعني بيشيل أي جراثيم أو أي مشاكل في الفم، غسول كويس للفم وبيشيل الروائح السيئة في الفم. طيب اليانسون في إيه تاني أو فوائده إيه تانية؟ اليانسون بيساعد في تسكين الالام الخفيفه، يعني مثلا لو انت عندك صداع وشربت فنجان او كوبايه يانسون هتلاقي الدنيا هدت شويه. برضه هو مضر للبن، يعني اي ست مثلا بترضع مفيد برضه في ادرار اللبن مع الحلبه والحاجات المعروفه. في حالات السعال والبلغم ممتاز جدا، وحالات الربو اللي بتلاقي فيه ادويه كحه كتير جدا فيها اليانسون، عشان مفيد في الكحه والبلغم واذابه البلغم. مفيد برضو في الكلى والطحال، برضو بيشيل او بيخلص الكلى من السموم والافرازات الضاره، فمفيد في الكلى والطحال. برضو في سن الياس كويس، في حالات سن الياس انه بيعزز او بيقوي او بيحسن حاله المبيض. كمان مضر للطمس، يعني لو واحده عندها البريود متاخره او عندها مشاكل في تنظيم البريود بتلاقي اليانسون مفيد جدا في القصه دي. اشربي يانسون كتير هتلاقيه، حتى لو واحده بريود متاخره لا اشربي يانسون كتير، يانسون بيفيد قوي في الموضوع ده، يانسون والقرفه. برضو هو مفيد في الاحبال الصوتيه، يعني لو واحد صوته رايح صوته في بحه او كده لو شرب يانسون، اليانسون مفيد جدا جدا جدا. برضو في حالات التشنجات بصفة عامة مفيد جدا، مادة الأنيسول اللي فيه مفيدة جدا في حالات التشنجات. في مستحضرات تجميل كتير جدا بتلاقيها فيها اليانسون، وفي معجون أسنان بتلاقي فيه اليانسون. اليانسون يعني فوائده فعلا لا حصر لها. ربنا سبحانه وتعالى بيخلق لنا حاجات مفيدة جدا، احنا اللي بنبقى مش عارفين فوائدها. اليانسون برضو مفيد للأطفال الرضع حديث الولادة، في مستحضرات كتير جدا للأطفال الرضع،
بتلاقي فيها ينسون. ليه؟ ينسون زي ما قلنا مفيد لعمليات الهضم بصفة عامة، للرضيع برضو بيفتح شهية الرضيع على الرضاعة أو الأكل، برضو مفيد في حالات الإسهال البسيطة في الرضع. لذلك في أدوية إسهال بتلاقي فيها اليانسون، وكمان اليانسون بيخلص الطفل من الغازات الزيادة أو الهواء اللي بيدخل في معدته من الرضاعة. برضو اليانسون هتلاقيه بيهدي الطفل، يعني مهدئ بسيط كده للطفل عشان ينام كويس، أو يشيل التشنجات بتاع الطفل لو في مغص زيادة أو كده، بيقلل طبعا المغص. بس أهم حاجة، ودي أهم نقطة في موضوع الرضع، إن اليانسون جرعته الصحية للرضع نص معلقة في اليوم، مش أكتر من كده. لذلك أنا بنصحكم لو أنت عندك طفل رضيع وعايزة تديه يانسون، ما تديلوش اليانسون العادي بتاع الكبار، اديله أي مستحضر زي ده مثلا، زي البيبي كالم أو الدرينكينج، اي مستحضر من المستحضرات اللي زي دول اللي هي خاصه بالاطفال. هتلاقي فيه جواه ينسون وحاجات اعشاب تانية، بس كميه اليانسون اللي فيه هي الكميه الصحيه، ما تديش ينسون من العادي، لان في ستات كتير بلاحظ ان هي بتدي اليانسون العادي للاطفال. لا، الجرعه الزياده من اليانسون غلط على الطفل، تدي بتعمل الطفل بلاها. فانت تديله الجرعه الصحيه اللي هي موجوده في الحاجات دي، انما ما تديلوش اليانسون العادي بتاعنا بتاع الكبار. يعني اليانسون موجود في مستحضرات ادويه كتير جدا، في ادويه كحه بتلاقي فيها ينسون زي الفصل، في ادويه اسهال بتلاقي ينسون زي البايستوب، في ادويه هضم زي الافتر ميلز والدايجست ايز في ينسون، في ادويه مضره للبول زي اللاكتوماكس كياس مثلا في ينسون. يعني في ينسون هتلاقيه موجود في مستحضرات طبيه كتير. عيشوا حياه صحيه واشربوا ينسون، مفيد جدا ليكم. وانا برضو برد على الفيديو المنشور على جروب صيدليه الدكتور باهر السعيد، وهتلاقوه برضو على قناه الصيدله في اليوتيوب. السلام عليكم.